آدم، أنا شايفة يعني بطل قاعد والله بجد. ممكن نعرف أكتر عنك، تعرف الناس أكتر، الأهلاوية اللي بيتفرجوا عليك مين آدم؟ طب اتفضل. انا آدم لا، وبعد أنت آدم مين بقى آدم؟ بلعب كاراتيه، جاب مراكز. حلو جدا. أنت داخل الرياضة دي وأنت حاببها، مش مثلا حد من أهلك هو اللي اختارها لك، أنت اللي اخترتها. كان عندك كام سنة في البداية؟ 4 سنين. 4 سنين. هو السن البداية هو 4 سنين، مثلا 5 سنين، صح؟ كل ما بدري كل ما أحسن. طب احكي لنا برضو، أنت 13 سنة يعني سن صغير، برضو الميداليات اللي حصلت عليها إيه؟ البطولات اللي دخلتها، أول بطولة، خلينا نعرف منك. الميداليات دي أول جمهورية والقاهرة برافو وكأس عليك. القاهرة. والكاس؟ القاهرة برضه. برافو عليك. طب أول حاجة خالص، يعني أول ميدالية حصلت عليها، كان إحساسك إيه بقى؟ كان عندك كام سنة؟ 4. 4 سنين. طب احكي لنا الكواليس برضو، زي ما مريم قالت لنا، دي حاجة حلوة جدا، واحد صغير 4 سنين ويحصل على يعني بطولة، دي مش حاجة سهلة، صح؟ احكي لنا عنها. كنت مبسوط جدا. طب كانت صعبة بالنسبة لك؟ يعني اتدربت قبلها قد إيه؟ أنا عايزاك أنت تحكي، أنا مش عايزة سنة أقعد أسألك. سنة سنة ونص كده. سنة ونص قبل أول بطولة علشان تقدر إن أنت تحقق ميدالية، وبعد كده حسيت إيه؟ يعني أنا عارفة إن سنك كان صغير جدا وقتها، بس يعني بطولة في بطولة في ميدالية. أنا لابسة واحدة بتاعتك برضو، صح؟ دي إيه بقى؟ دي جمهورية برضه. دي جمهورية. طيب أنا عايزة أعرف مين اللي دايما برضو بيشجعك؟ يعني مريم أهلها باباها ومامتها كانوا دايما بيشجعوا، برضو عندك في البيت مين أكتر حد كان بيشجعك؟ مامتي وبابايا والكابتن بتاعي وكابتن أبو المجد دكتور محمد عبد اللطيف. وكانوا بيروحوا معاك التمرين مين اكتر في البيت؟ في البيت ماما اكتر. طب هل في عندكم حد في الاسره برضو رياضي او بطل حصل على ميداليات؟ بابايا. بابا كان بيلعب برضو كاراتيه؟ اوكي. لا انا عندي اخواتي 2 بس، هما بيلعبوا باسكت بول. بس عيله، نقول عائلات رياضيه برضو، يعني الموضوع مش بعيد.